مشاهدينا اهلا بكم انا ليلى حداد اقدم لكم برنامج لقاء في اوروبا من داخل البرلمان الاوروبي في بروكسل ليس عابرا ان يعلن وزير الدفاع الامريكي بان التدخل الروسي في سوريا ستكون له عواقب وخيمه على روسيا نفسها وليس غريبا ان تتحالف ايران مع روسيا لمحاربه الارهاب في سوريا وأن تتصاعد حدة التوتر بين تركيا وروسيا على خلفية الخروقات الجوية والضربات العسكرية وهنا في كواليس البرلمان الأوروبي يحكى أن أكثر من أربعة آلاف من جهادي تنظيم داعش تسللوا سرا إلى دول أوروبا ولولا المبادره التاريخيه لأنغلا ميركل بفتح حدودها للاجئين لما اكتفى الاتحاد الاوروبي كعادته بالتسريحات وتبني القرارات لا، التي لا تجد صدى لها سوى على مواقع المؤسسات الاوروبيه الرسميه وفي محاوله لتوضيح هذه المعادله المتعدده المتغيرات وتسليط الضوء على احوال اللاجئين السوريين في اوروبا استضيف الالماني فرانك شوالبهوت الخبير في الشؤون الاوروبيه والاستاذ في العمل اللوبي بمؤسسات الاتحاد الاوروبي السيد شوالبهوت مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا بداية ما هو رد فعلك بالنسبة لنتائج الانتخابات التشريعية التركية؟ في هذا السياق نحن براغماتيون للغاية. الأمر الهام هو هل تستطيع تركيا أن تعيش في ظل هذا الوضع؟ ثم هل نستطيع نحن أن نعيش في ظل هذا الوضع؟ في اعتقادي أن تركيا نعم تستطيع، ونحن أيضاً نستطيع أن نعيش في ظل هذا الوضع. لأننا سعداء للغاية أن أردوغان لم يحصل على أغلبية الثلثين. بل حصل على اقل منها قليلا لم تتحقق لاردوغان هي اقل بعض الشيء الجميع هنا متاكدون ان تركيا ما زالت حتى الان غير ناضجه للعمل التحالفي في هذه الحاله نحن نتفادى اجراء انتخابات ثالثه او رابعه ما لم تكن هناك اغلبيه مطلقه انت تتحدث عن التحالفات هناك بالفعل تحالفات عديده في النزاع السوري هناك الامريكان واوروبا والروس والتركيا والسوريون وايران انها معادله ذات متغيرات عديده ليس ك كذلك. هذا هو قدر المنطقه التي تقع وسط مناطق نفوذ وهي منطقه ذات تاريخ طويل وبالتالي يصبح من الطبيعي تماما ان تتدخل دول الجوار في هذا النزاع كل منها بطريقتها الامريكان يشبهون الى حد ما المراهقين ذوي السبعه عشر عاما بلغ التستوستيرون لديهم اقصاه فحين يواجهون مشكلة صعبة يعطوننا إجابة بسيطة للغاية كما أن أيديهم خفيفة فهم يشهرون أسلحتهم حين لا تسير الأمور على ما يرام الأمريكان معتدون على ذلك وحاليا مع أوباما هم يشهرون أسلحتهم بصورة أقل الروس بكل تأكيد يريدون تقليص النزاع الثلاثي في الوقت الحالي وهو يتكون من الاسد والجيش الحر وداعش، هم يريدون ازاحه الجيش الحر حتى تكون هناك مواجهه يقوم فيها العالم الخارجي باكمله بالاصطفاف الى جانب الاسد لمحاربه داعش. ايران بكل تاكيد هي قوه تقليديه لها مصالح استراتيجيه في المنطقه ومع الاتفاقيه المبرمه بين قوى منظمه الامن والتعاون في اوروبا اصبحت مقبوله بصوره اكثر ويجب ان نقر بان الاتحاد الاوروبي ليس لديه استراتيجيه جيوسياسيه حقيقيه للمنطقه تنقصنا هذه الاستراتيجيه وتنقصنا ايضا في اجزاء اخرى من العالم الا ان هذا مرتبط بخصائص الاتحاد الاوروبي نحن لسنا مثل الولايات المتحده الامريكيه ولا قاره اوروبا نحن ما بين الاثنين بالنسبه لنا ليس من السلبيه ان نناقش ونفكر قبل ان نتخذ موقفا ولهذا السبب فاننا في اغلب الاحيان نكون عنصرا للاستقرار في النزاعات وامل ان يضطر الاتحاد الاوروبي نتيجه هذا النزاع الى ان يطور بصوره اكبر سياسه خارجيه مشتركه Pour nous, ce n'est pas négatif de discuter et réfléchir avant de prendre une position. Et souvent, pour ça, on a un facteur de stabilité dans les conflits. Et j'espère que l'Union européenne va être forcée par ce conflit de développer beaucoup plus une politique des affaires étrangères commune. انت تقول ان الامريكان يدهم خفيفه فهم يخرجون سلاحهم بسرعه كبيره الا تعتقد ان في حقيقه الامر هناك اتفاق ما بين الامريكان والاوروبيين الامريكان لخوض الحرب والاوروبيون للعمل الانساني لا على الاطلاق هل هناك تنسيق بين الكتلتين نعم ولكن احيانا حين ننظر الى الوضع في ليبيا او في العراق او في يوغوسلافيا السابقه فاننا نرى ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لم تتصرف كمجموعه فقد كانت منقسمه فيما بينها بعض الدول كانت مع الامريكان واخرى كانت متحفظه هناك تقاسم هذا واقع لكنها ليست عن طريق التنسيق ولكن بالمنطق فحين يدفع هرمون التستوستيرون البعض يكون هناك اخرون يحاولون تجميع الاجزاء مع بعضها البعض اوروبا منقسمه الى حد ما على نفسها فيما يخص فكره التفاوض مع داعش وبالنسبه لفرنسا على سبيل المثال ترفض التفاوض مع داعش. في اعتقادي انه لا احد في الاتحاد الاوروبي يوافق على التفاوض مع داعش، هذا امر مستبعد، لكنني متاكد من ان اجهزه الاستخبارات الامريكيه والفرنسيه والبريطانيه وحتى الروسيه على اتصال مباشر او غير مباشر بداعش. وأنا أعتقد أن هذه الاتصالات هي أمر مشروع لأجهزة الاستخبارات هناك لحظات من الصعب أن تتخيلها حاليا حيث كان من المفيد عمل اتصالات حتى في أكثر اللحظات الحاسمة في النزاعات مثل ما حدث بين الطالبان والأمريكان لقد كانت الاتصالات تتم عن طريق أجهزة الاستخبارات Même

لا اعتقد ان داعش تتفاوض مع اجهزه استخبارات الدول الغربيه ولكن هناك بعض الاشخاص من داعش وبعض الاشخاص من داخل اجهزه الاستخبارات على اتصال مباشر او غير مباشر ببعضهما هل هذا امر جديد مقارنه بالقاعده؟ هنا ايضا انا متاكد انه كانت هناك ايضا اتصالات غير مباشره تتم بين القاعده والامريكان وبين اشخاص من القاعده واشخاص من داخل اجهزه الاستخبارات ولقد سمح بذلك الشيء الجيد دائما هو ان يكون هناك اتصال بالد الاعداء بمعنى ان تكون هناك قناه يمكننا فتحها او توسيعها في لحظه ما تركيا في الوقت الحالي لها موقف واضح فهي تريد اقامه دوله اسلاميه معتدله في سوريا وهو الامر الذي لا يناسب اوروبا ولا روسيا اليس كذلك non, 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 non. Je crois en America... في اعتقادي انه لا يوجد في امريكا موقف لصالح داعش حتى تركيا تستخدم داعش من اجل تقليص نفوذ الاكراد انا لا ارى انهم حلفاء لداعش ولا حتى حلفاء استراتيجيين لكل من سوريا والعراق <applause> هناك خبراء روس يقولون سواء أخذنا ما يقولونه مأخذ الجد أم لا يقولون أن الولايات المتحدة ستكون أول من سيعطي صبغة رسمية لعلاقاتها مع دولة الخلافة الإسلامية بفتح, بفتح سفارة لها Il y a un هناك مثل في العديد من اللغات الاوروبيه يقول ان العالم نزيه الى حد ما، الا ان هناك كما ضخما من الاكاذيب فيما يتعلق بالمال والحب والحرب. في اعتقادي ان كل ما يرد الينا من كلام في هذا الوقت من جانب روسيا هو كلام لا معنى له، وعلينا ان ننظر اليه بهذا المفهوم. روسيا تقول كلاما لا معنى له. من اجل ان تبرر تدخلها وتهدئ من روع شعبها من صدمه حرب افغانستان وفي هذه الحاله نجد اشياء كثيره تقال وهي بعيده كل البعد عن الحقيقه كلمه اخرى عن تركيا فهي في الواقع اسلاميه او على اي حال طوال وجود السيد اردوغان الذي يزعجكم على راس هذا البلد فلماذا تمت موافقه اوروبا ان يقوم حلف شمال الاطلسي بالدفاع عن تركيا حال تعرضها للخطر

وإعطاء الإحساس أن هناك خطرا في الخارج وعليه أن يشدد القوانين داخل تركيا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي فقد تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية لقد تشكل كأسرة تضم أصدقاء وآخرين مقبولين إلى حد ما فالحلف ذو هيكل عائلي <applause>

لقد أثرت الجوانب الجيوسياسية بعد الحرب العالمية الثانية على قرار انضمام تركيا إلى هذه العائلة حيث كانت هناك على الدوام مشاكل حادة إلى حد ما بين كل من تركيا واليونان شيء جيد أن ينتمي طرفا هذا النزاع إلى نفس العائلة من أجل التهدئة وتفادي اندلاع حرب بين الاثنين أو ضدهما وبالتوازي طورنا فكرة الاتحاد الأوروبي لأنه داخل حلف شمال الأطلسي توجد أيضا كندا والولايات المتحدة الأمريكية ولقد أردنا أن نركز على القارة الأوروبية لأن لدينا قيما مشتركة ولم تقبل في البداية البرتغال واليونان بسبب الدكتاتورية في هذه البلدان في اعتقادي أن الاتحاد الأوروبي قد ارتكب خطأ استراتيجيا حين رفض انضمام تركيا منذ عشر سنوات مضت لان تطور الوضع في السنوات العشر الاخيره جعلته اكثر صعوبه وتعقيدا بخصوص قبول انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي لكن في اعتقادي اننا نرى في اطار ازمه اللاجئين ان وجود تركيا كعضو بالاتحاد الاوروبي وكذلك دول البلقان كان سيسهل علينا بصوره اكبر حل مشكله اللاجئين لذلك فأنا أعتقد أنه في خلال العشرين سنة المقبلة سوف تصبح تركيا وجميع دول البلقان أعضاء في الاتحاد الأوروبي. سيبلغ عددنا كدول أعضاء ثلاثين دولة تقريباً، لكن الاتحاد الأوروبي سيكون مختلفاً عما هو الآن. نحن جميعاً على قدم المساواة. بكل تأكيد هناك استثناء لمنطقة شينجين وحرية التنقل ولمنطقة اليورو للدول المنضمة. سيكون هناك نموذج مختلف في المستقبل خلال عشر او خمس عشره سنه وسوف يكون هناك نوع من التعاون المدعم هذا يعني ان بعض الدول يمكنها ان تتقدم والبعض الاخر يظل خارج النطاق هذا يعني انه سيكون لدينا نواه صلبه للاتحاد الاوروبي ودول اخرى متشدده ايضا خارج هذا النطاق لا تندمج على سبيل المثال في سياسه الدفاع والسياسه الاجتماعيه والضرائب او بعض الاوجه الاخرى لكن القيم الاساسيه للاتحاد الاوروبي ستكون مقبوله للدول الثلاثين وبعض الدول الاعضاء لقد كذبت روسيا حين قالت انها تريد حلا سياسيا للنزاع فقد قامت في النهايه بضرب سوريا فكيف ترى مستقبل التدخل الروسي في سوريا لم تكذب روسيا لان امنيتها هي تسويه المشكله باستبعاد الجيش الحر والقضاء عليه حتى يكون هناك طرفان فقط لا يمكن التعامل معهما والاقل منهما داعش حتى يشعر الجميع بضروره مسانده الاسد لانه لا يمكن مسانده داعش هذا يعني ان الروس كذبوا بكل تاكيد حين قالوا انهم سيركزون على ضرب اهداف داعش ولكن في واقع الامر كان الهدف الاساسي هو ضرب الجيش الحر في سوريا وماذا عن ايران في كل ما يحدث الرب او الله او بوذا هو الذي خلق جميع بلدان العالم ونحن نعتقد بشكل يدعو للاستغراب ان البلهاء يوجدون على الدوام على الجانب الاخر من الحدود وهؤلاء البلهاء يعتقدون بدورهم ان البلهاء هم الاخرون أنت تعتقدين أنني أبله وأنا أعتقد أنك بلهاء هي لعبة العكس بالعكس فالرب والله وبوذا قد قالوا إننا لا يجب أن نعيش معا كمحبين إذا ما كان الحب غير راسخ وكما تعلمين أحيانا نكون مغرمين يوم الاثنين وغيورين يوم الثلاثاء ويتم طلاقنا يوم الأربعاء وهذا ليس بالأمر الجيد بالنسبة لدول الجوار ولقد اراد الرب او الله او بوذا ان نكون مستقرين حتى نبرهن على اننا يمكننا ان نعيش معا مع الاحترام المتبادل هذا يستغرق وقتا طويلا قد نحاول اباده شعب باكمله من الشعوب المجاوره لكن هذه المحاوله غير مجديه تركيا لم تنجح في ذلك والمانيا لم تنجح هذا الامر لن يؤدي الى شيء وهو معنويا امر مكروه لذا ينبغي ان نعيش معا نحن والدول المجاوره. إيران موجودة في المنطقة وعلى الدول المجاورة أن تعيش معها حتى ولو اعترضتهم أحيانا بعض الصعوبات. في هذه الحالة يجب إشراك إيران في المناقشات التي قد تؤدي إلى إجابة وربما جاءت هذه الإجابة بحل. فلننتقل الآن إلى الجانب الإنساني. قامت بلغاريا بإغلاق حدودها وفعلت كل من المجر والنمسا وسلوفاكيا نفس الشيء. هل Euh, la plupart des gens dans le pays de l'Est, Europe de l'Est, sont pas des racistes, mais ils ont une passé assez difficile après la Deuxième Guerre mondiale et ils ont juste devenu, d'une vingtaine d'années, indépendantes. Et... معظم الناس في دول شرق اوروبا ليسوا بالعنصريين لكن ماضيهم كان صعبا الى حد كبير بعد الحرب العالميه الثانيه ثم حصلوا منذ عشرين عاما فقط على استقلالهم هم فخورون بهويتهم العديد من هذه الدول تشعر بتهديد اللاجئين لها وشخص مثل اوربان رئيس المجر تبنى هذا الموقف لعمل دعايه عنصريه ضد الاجانب ولكن ولحسن الحظ قالت انجيلا ميركل على الرغم من ان 70% من ناخبيها قالت ان اللاجئين مرحب بهم ولقد فعلت ذلك من اجل انقاذ الاتحاد الاوروبي ليتمكن من العمل واظهار وجهه الانساني لقد قامت البانيا بعد الحرب العالميه الثانيه بدمج 14 مليون لاجئ فليكن هم من الناطقين باللغه الالمانيه هم المان من شرق اوروبا بالتالي فاوروبا ستكون قادره على استيعاب الملايين من اللاجئين قد تعرفين ان احد الاشخاص كان يدخن بكثره ثم فجاه اخذ يسعل وقد شكلت هذه الحاله صدمه وقال في نفسه انه ربما اصيب بسرطان الرئه وكف عن التدخين إذا فالاتحاد الأوروبي يحتاج على الدوام لصدمة تتسبب في جرح أنفه، لأنه يجب دائما أن يواجه حدثا مروعا مثل الحرب في يوغسلافيا أو بداية التغييرات المناخية لإقرار سياسة خارجية جديدة وتعاون شرطي وبيئي أو مناخي. هذا ما يحدث الآن، إننا نرى أن الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاقية دبلن لم تعد تتماشى مع الموضوع الحالي. Nous sommes forcés de regarder pour une nouvelle réponse, de distribuer même quand les pays du on est loin. Qu'est-ce qu'on doit faire avec 10 000 réfugiés Mais on va réussir à distribuer les réfugiés sur tous les territoires européens. Madame Merkel, ان السيده ميركل التي تعطينا الاحساس بانها قاطره اوروبا كانت اول من قبل اللاجئين وقال الجميع انها لم تفعل هذا على سبيل العمل الانساني لكن لانها في حاجه الى اليد العامله وتحتاج مهندسين لانه يجب ان نقول ان اغلب اللاجئين مدربون وحاصلون على شهادات الا تعتقد ان ميركل فعلت ذلك لانها امراه ايضا <applause> ربما كانت امراه اكثر تعاطفا من الرجال تجاه الاخرين ولكنني اعتقد انها فعلت ذلك كانسان رحيم واوروبي لانه امام مئات الالاف من البشر لا يمكن فعل اي شيء غير الذي فعلته هي وهي لم تفعل ذلك للحصول على ايدي عامله في المانيا لقد قبلت اللاجئين ثم شعرت بعد ذلك ان نصف الالمان ليسوا سعداء تماما بذلك ولهذا قامت بجمع كبار المسؤولين بالسكك الحديدية والبريد وهي شركات تابعة للدولة واستدعت صاحب الصحيفة الكبرى دي بيلد وهي صحيفة شعبوية بل وعنصرية في بعض الأحيان وأخبرت الجميع بأنها في حاجة لمساندتهم لها ويقولوا إنهم في حاجة لعمال حتى يمكن التأثير على الناس وكانت عناوين هذه الصحيفة في السابق عنصرية إلى حد ما وتتماشى مع اليمين المتطرف اما الان فان الصحيفه تطالب الالمان بمد يد العون للاجئين وتندد بالاحكام المسبقه الغبيه ضدهم وقد انعكس هذا ايضا في ملاعب الكره حيث اعتاد مثيرو الشغب رفع لافتات عنصريه ومهينه وحل محلها لافتات مرحبا باللاجئين وهناك مثال اخر في محطه السكك الحديد في ميونخ حيث يغني الناس مرحبا باللاجئين Et maintenant, ils ont eu des pages, les sept points où toi, citoyen allemand, tu peux aider les réfugiés, ou les trois préjugés les plus stupides contre les euh, contre les réfugiés. Et ça a même provoqué donc dans les stades de football, on a souvent des hooligans avec des banderoles racistes ou insultants. Ils ont eu des banderoles bienvenue les réfugiés. Ou à Munich, à la, à la station du train, des gens qui ont chanté Bienvenue, bienvenue quand les trains sont arrivés. علينا أن نقول أن ألمانيا لا يمكنها أن تستوعب جميع اللاجئين لذلك عرض الاتحاد الأوروبي على تركيا ثلاثة مليار دولار كي تستقبل اللاجئين على أراضيها وتقترح أوروبا أيضا ترحيلهم إلى أفريقيا وبكل تأكيد يذكرنا هذا بالحدث القريب والمؤلم للغاية والذي كاد يمر عليه سبعون عاما هل تعتقد أن أوروبا أوروبا ستستطيع حل مشاكلها من خلال القرارات والتصريحات؟ لا في الواقع حين يكون المرء جديدا في قطاع ما فإنه يتصرف كإنسان غير مفسر وبالنسبة لأوروبا فهي المره الاولى وهي تتصرف كاعمى عندما تتحرك وانا واثق في قدره اوروبا على التعامل مع مليون او خمسه ملايين من اللاجئين وانها ستعالج المشاكل ولكن اذا ما نظرنا الى المستقبل فان كل هذا لا يعني شيئا امام الاحتباس الحراري الذي سيترتب عليه زياده منسوب البحر بثلاثه او اربعه او خمسه او عشره امتار فهنا لن يكون هناك مئات الالاف من اللاجئين بل مئات الملايين وربما مليار لاجئ

مئات الالاف من اللاجئين غير مرغوب فيهم وفي بلجيكا بصفه خاصه فقد اقترح احد الوزراء ان يحمل اللاجئون شارات خاصه يذكرك هذا بشيء ما اليس كذلك؟ بكل تاكيد ففي المانيا واوروبا كان يتم اجبار اليهود على وضع شاره النجمه الصفراء وفي هذه الحالة أنا أعتقد أن هذا الوزير غاضب من نفسه عندما اقترح هذا، فهذا الأمر لا يمكن إثارته أو اقتراحه في أوروبا، ولكنها آلية أعتقد أنها موجودة في الطبيعة البشرية، ولكن وصول سائح يمكن قبوله وتقديم الطعام له، ولكن عندما تصل مجموعات ضخمة كان ذلك يؤدي دائما إلى المشاكل، وقد علمنا التاريخ ذلك. واعتقد اننا بصدد ان نصبح متحضرين وسنحاول ان نجعل الشعوب في اوروبا اكثر تحضرا كي تتعايش مع هذا التحدي واعتقد ان اوروبا سوف تخرج من هذا الموقف عندما تصبح اكبر واكثر كرما ونضوجا وتحضرا Et je crois que l'Europe va grandir de cette situation en générosité, et en maturité, et en humanité et en civilisme. Monsieur Schwalbehut, le professeur sur les affaires européennes et sur le travail de lobby, merci beaucoup merci vous de nous avoir avec vous dans cette édition. Merci et bien sûr. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et votre attention.